بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. نسأل الله عز وجل أن يرحم من كان معنا في المجالس الماضية وهو الآن تحت الثرى، عم بالنور رحمة واسعة، وعزاؤنا فيه أنه قد كتب الله تبارك وتعالى الموت على كل نفس. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإذا أصبت بمصيبة أو مصابة فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحمد الله عز وجل أن قيض لنا هذا المجلس وجعل فيه ما نتدارس فيه من كتب السلف، ونتدارس فيه القرآن والسنة على فهم سلف الأمة من غير غلو ولا تفريط، ونستنير فيه بكلام علمائنا من أهل السنة والجماعة الذين هم على الجادة المطروقة. وعم بالنور حقيقة من الذين يعني تركوا أثرا في نفوسنا، عرفناه رجلا سبحان الله ما يخرج من فمه إلا كلاما طيبا، يعني على قدر المقام الذي أقامه معنا هنا، ما سمعنا منه سبحان الله إلا كلاما طيبا، يختار ما في قلبه يخرجه على لسانه، وكان محبا لتصحيح أي خطأ قد درج عليه وتعلمه سابقا. وهذه نعمة من الله. كم حضر أناس في هذا المجلس ثم تفرقوا من هذا المجلس وهم كما دخلوا فيه. عليكم السلام. هذا المجلس حضره أناس ما زالوا متشبثين متمسكين بأهوائهم، فكما دخلوا خرجوا. لكن عم بالنور رحمة الله عليه رحمة واسعة كان كلما يقول كلمة، فكان كثيرا ما يقول لي وجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت أقول له: لا يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدعة كما قال شيخ الإسلام. فما كان يعيدها مرة أخرى، ما كان يعيدها مرة أخرى أبدا، وما كان يجادل في مسألة إذا تبين له وهو قد مات عن 75 سنة، 75 سنة رحمة الله عليه، درجها في بلده كلها على أخطاء في الأمور الشرعية. فإذا تبين له الحق ما كان يراجع فيه أبدا، بل يقول: ألزمه من اليوم ولن أرجع عنه إن شاء الله عز وجل، ألزم الحق من اليوم ولن أرجع عنه. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يكرمه، ومن كرم الله له ولا نزكي على الله أحدا أنه مات في ليلة الجمعة، أو مات يوم الجمعة صباحا، مات ليلة الجمعة في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح الألباني في صحيح الجامع وأعله بعض أهل العلم، هو للتحسين أقرب لمجموع الطرق: من مات يوم الجمعة، وفي رواية ليلة الجمعة، وقي الفتان. حسنه الشيخ الألباني، وإن كان بعض أهل العلم يعني يعله، لكن هو للتحسين أقرب إن شاء الله عز وجل. ولا نزكي على الله، أصابه ما أصابه من مرض السرطان ولم يمهله طويلا، وكان صابرا محتسبا حريصا على حضور هذا المجلس، مع أنه ليس ما عنده دابة ولا لديه قائد يلائمه لكي يأتي به في كل مرة، ومع كبر سنه ورقة عظمه واعتلال صحته، وكان يحضر هو وزوجه، زوجه مع النساء، وهو هنا معنا. هذا كلها عبرة لمن هم أشداء وأقوياء والدابة تحت أيديهم ويستطيع أن يصلوا، ومع ذلك يثبطهم الشيطان عن حضور مثل هذه المجالس. مضى الرجل إلى رب كريم، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل الخلف في عقبه، وبقي أثره بيننا عاطرا.